بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذه الذكرى الأليمة، ذكرى أربعينية أبي الأحرار أبي عبد الله الحسين عليه السلام. الحقيقة كما تشاهدون هذه المواكب العظيمة الكبيرة بخدماتها من المنام ومن الطعام ومن الماء وغيرها، نحن بدورنا نحاول أن نوفر شيئا من غذاء من نوع آخر، وهو الغذاء الروحي والغذاء المعنوي للزائر الكريم. الزائر اليوم يحتاج إلى الطعام ويحتاج بنفس الوقت إلى غذاء روحي ومعنوي. هذا الغذاء تضمن عدة فقرات، من بينها فقرة مثلا تصحيح سورة الفاتحة. عندنا هنا فريق من الشباب جزاهم الله خير الجزاء، هم يستدعون الشباب، يقول تعال تفضل يمي اقرا لي الفاتحة وإلك جائزة بسيطة. عندنا فقرة أخرى هي فقرة الاستفتاءات الشرعية، وبصراحة لما رجل الدين يكون مع تماس مع المجتمع، شوف المجتمع يفتح قلبه من مشاكل اجتماعية، من مسائل فقهية، من قضايا دينية أخرى. وبالدرجة أخواني الأهم هي ما يواجهه اليوم المجتمع، ما تواجهه الشعائر الدينية من هجمات، هجمات جدا خطيرة. لذلك تواجد رجل الدين على طول المسافة وعلى طول الطرق، نفس الوقت يقوم بصد هذه الهجمات، بتنوير الشباب، بتفتيح بصيرة الشباب حتى لا يقعوا فريسة لهذا الإعلام ولهذه الهجمات اللي نشوفها من هنا وهناك، تارة ضد المرجعية، تارة ضد الشعائر، تارة ضد نفس الدين. اليوم تماسحنا مع الزوار ويعرضوننا مشاكلهم، يعرضوننا الانحرافات في مناطقهم الفكرية، نحاول أن نقوم بدورنا بتصحيح هذه المغالطات وتنوير عقول الشباب. جزاكم الله خير الجزاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه النعمة على عراقنا العظيم وعلى هذا المجتمع، وتماس مع هذه الزيارة اللي ترجع الكثير من الناس إلى الطريق الصحيح. جزاكم الله خير الجزاء.